الأنظمة يا شباب الحديثة هي أنظمة معقدة وهي very large scale applications. إذا بتشوفوا مثلا بدك تعمل، أنت لو جيت تفكر، خلينا نحكي بدك تعمل برنامج زي برنامج التسجيل. أنا لسه ما عمالي بحكي لك عن برامج زي برامج جوجل أو زي برامج الحكومة اللي على مستوى واسع، أو زي البرمجيات اللي بتتحكم بأنظمة حرجة زي المفاعلات النووية وزي الطيران وما إلى ذلك. عمالي بحكي بس عن نظام التسجيل، هذا نظام إحنا شايفينه بالجامعة، يعني هذا نظام بنعيش. طبعا هذا يعني بالنسبة لنا كطلاب سنة أولى وثانية بجوز نعتبره لارج سكيل، لكن هو بالحقيقة هو مش لارج سكيل، أبدا مش لارج سكيل، مع أنه بتكون بجوز يعني من بديش أقول من آلاف، مئات الآلاف من lines of code، لكن لا يعتبر large scale. أوكي؟ طيب. على العموم، فالبرامج صارت قلت أنا ضخمة جدا. فلما أحكي عن برنامج زي نظام التسجيل، لو شفتوا الكلاسز اللي موجودة فيه راح تشوفوا إنه النظام بتكون بجوز من ألف كلاس. طبعا هذا again قلت لكم يعني بالنسبة لنا حاليا هو يعتبر large scale application، لكن على أرض الواقع هو it's not a large scale application. أوكي؟ فلما أقول مثلا ألف كلاس، ألف كلاس هذا بحد ذاته برنامج ضخم. لو جيت بدي أرسمهم أنا داخل هالدومين موديل، تخيل نفسي بدي أرسم هالألف كلاس داخل هالدومين موديل وأصير بدي أفهمهم وأصير أعدل عليهم. العملية شو صارت؟ صارت يعني عقيمة. يعني هلا الدومين موديل، أنا المفروض الموديل يسهل لي عملية الفهم. تتذكروا إحنا لما رسمنا الأكتيفيتي دياجرام مثلا لليوز كيس، صرت بتفرج على الأكتيفيتي دياجرام خلال ثواني بعرف هالأكتيفيتي دياجرام أو هالإيفنت هاي كيف بتتم، صح؟ الموديل الهدف منه إنه يسهل علي عملية الفهم، وبالتالي إذا بدي أعدل أي شيء على هالموديل يعني التعديل بصير سهل، بدل ما أنا يجيني مثلاً ألف لاين أوف تكست، لا أنا بيجيني هالأكتيفيتي دياجرام بعدل عليه، أو بدل ما يجيني آلاف اللاين أوف كود على هالكلاس دياجرام، أنا بقول بدي كلاس هون، أنا شايف الكلاسز قدامي بقدر أقرأها بسهولة. طيب، فلما يكون في عندي ألف كلاس، طبعاً ممكن يكون أكثر، العملية صارت not feasible إني أمثل البرنامج أو الابليكيشنز in terms of، خلينا نحكي هالكلاسز والريليشنشيبس اللي بتوين الكلاسز، صارت عملية غير مجدية، infeasible. طب شو الحل؟ هلا الحل بقول اليوم قال بتوفر لي إشي اسمه، خلينا نحكي الموديلينج أو الستاتيك ستراكتشرال موديلينج but in the large. خلينا نشوف المثال اللي موجود أمامنا هنا، هذا مثال بسيط just يعني على أساس نشوف الموتيفيشن وراء شرح هذا الموضوع. يعني إذا بتتذكروا المثال اللي أعطيناه سابقا وناقشناه مرارا وتكرارا، قلت أنا عندي نظام التسجيل كالتالي بيشتغل. أنا في عندي كلاس اسمه student، وفي عندي الكلاس اللي اسمه كورس، والعلاقة بين الستودنت والكورس هي علاقة association اللي هي many to many. لكن بما أني أنا بدي أسجل العلامة على كل كورس سجلته، وبدي أسجل الكورس هذا طبعاً أسجل له علامة، بدي أسجل بأي فصل أخذته. أوكي؟ فبالحالة هاي أنا قلت هذا association class، بدي أضيف association class، بجوز هاي النقطة متفقين عليها إحنا، صح؟ وقلت الassociation class أنا ممكن أمثله لما يكون في عندي العلاقة many to many، وبقول الassociation class بالشكل التالي، أو ممكن أحطه class بالنص وأحط الassociation بالشكل الصحيح. فقلت لك يعني أي من التو notations هو صحيح 100% صحيح، ما يعني ما عندي أي مشكلة، لكن هذا النوتيشن أسهل لغايات الدياجرامينج، وهذا النوتيشن يعني بجوز أقرب للإمبليمنتيشن على أرض الواقع. هذا اللي بيصير. أوكي؟ يعني هاي كيف بدي أحولها لهذا إمبليمنتيشن؟ هي بدي أحولها لهذا الشيء. فلكن التو نوتيشنز أو التو دياجرامز are absolutely
correct. فلو قلت بدي أسجل مادة، بدي أخلي الستودنت يسجل مادة، هلأ حسب الimplementation اللي درسناه سابقا، المفروض إنه الطالب يجي يستدعي الميثود اللي اسمه add course مثلا. أنا قاعد بصمم هنا صح؟ إنه لازم يكون في عندي ميثود اسمه add course موجود داخل الكورس كلاس، فأنا بستدعي add course وبسجل حالي على هذا الكورس. طبعا الاد كورس هو بيشيك على الكاباسيتي، بيشوف عدد الطلاب المسجلين، واذا كان كل شيء تمام بسجلني. لكن قلنا هذا السوليوشن اللي فوق، هذا فيري سمبل سوليوشن، هذا السوليوشن فيري سمبل سوليوشن، لكن على ارض الواقع العمليه اعقد من هيك. فانا عندي الكورس صحيح فيه add student method وهو بيضيفني على الاري او الليست اوف ستودنتس اللي موجودين داخل هذا الكورس، لكن قلت انا المفروض انه يكون في عندي خطه دراسيه صح، في عندي كلاس للخطه الدراسيه وفيها ميثود بده يتاكد انه انا ماخذ البري ريكويزيت، وبرضه في عندي نظام استثناءات بدي اتاكد اني انا ماخذ استثناء ولا مش ماخذ استثناء، وبرضه انا في عندي ماليه طالب بدي اتاكد بانه عندي رصيد كافي او لا، وممكن يكون في عندي استثناء بتأجير رسوم، ويكون في عندي كلاسز اخرى واخرى، وممكن يكون انا برضه اكون سبونسرد، معي سكولرشيب، معي منحه ابناء عاملين، ابناء معلمين، whatever it is. اوكي، فالعمليه تسجيل ماده هي مش مجرد اني بستدعي هذا الميثود. اوكي، لا انا في عندي ميثود من هون وميثود من هون وميثود من هون، وطبعا الميثودز هاي استدعائها في له ورك فلو معين، يعني ممكن انا اشيك على الكورس وممكن اروح اشوف اذا في عندي استثناء معين، وممكن اشيك عمليه الطالب، وممكن لا اروح اشيك على البعثات الدراسيه، وممكن يكون عنده تاجير رسوم، في لها ورك فلو معين، في لها لوجيك معين، في لها هارموني أو كوردينيشن معين، الانتراكشن اللي بتم بين الكلاسز. بالنهاية أنا بدي أشوف، يعني بالنهاية هل الستودنت بده يشوف هل بيقدر يعمل ريجستريشن ولا لا. هذا إذا بده يشوف الحكي هذا، هذا صار في عندي انتراكشن بين هذول الكلاسز بطريقة معينة بتايم معين. العملية معقدة، العملية لتسجيل مادة أنا بدي بيوز 30 كلاس ليتحاكوا مع بعض أو يتعاملوا مع بعض ببروتوكول معين، بإنتراكشن معين، تا أشوف إذا أنا بقدر أسجل هذا الكورس ولا لا. العملية يعني خلينا نحكي الأمثلة اللي أخذناها so far هي أمثلة مبسطة بتنفع لأنظمة صغيرة، لكن على أرض الواقع بالحياة العملية يعني الأمور معقدة أكثر من هيك بكثير. فاليوم قال بتقدم لي سوليوشن، وطبعاً هذا السوليوشن هو مستخدم في عمل الاركيتكتشر والستركتشر للبرنامج تبعي. أنا قلت أنا في عندي تنظيم معين، أنا إنجينير، ما بحط كل شيء، يعني المفروض أن يكون عندي ديزاين معين، المفروض يكون عندي اركيتكتشر معين. هلأ بالكورس هذا احنا راح نعطي بس يعني very simple things، very simple things، لكن لقدام شوي لما تاخذوا مواد زي الاركيتكتشر والديزاين راح تشوفوا بالتفصيل شو يعني component، كيف انظم الكلاسز مع بعض، كيف اعمل الستركتشر للبرنامج. هذاك هو software engineering بالضبط، انت بدك تعمل architecting او بدك تكون يعني الاركيتكت لا السيستم اللي under development. هي مش بس ad hoc programming، لأنه ad hoc programming يعني خلينا نحكي will fail sooner or later. زي المهندس المعماري، لما تيجي تبني بيت تروح على مثلا مقاول بيقول لك ليش بدك تروح على مهندس، أنا بعمل لك أحلى فيلا، بحط لك غرفة هون وحمام هون ومش عارف إيش، يعني من رأسه. طيب لو جيت مثلا بدك تبني طابق ثاني عليها، بجوز يزبط وبجوز ما يزبط،
طبعا لما تقول فيلا وطابق ثاني، يعني انت بتحكي عن مسطح 200 و300 متر و500 متر، لكن تعال ابني مثلا مستشفى. الايام هاي في نقص بالمستشفيات وفي طلب على المستشفيات. تعال للمقاول هذا، قول له تعال ابني لي مستشفى. اول شيء يعني هو مش راح يعرف من وين يبدا. ثاني شيء زي ما انتم شايفين المستشفيات هلا ممكن قابلة للتطوير، ممكن أبني عليها طابق ثاني، ممكن أزيد، ممكن بدها تهوية معينة، بدها يعني هي علم قائم بحد ذاته. ونفس الشيء أنت as a software engineer you apply the engineering principles على the software production. طبعا at this stage إحنا لسه بعدنا يعني هون بنعطي بس introduction عن الأشياء، أوكي؟ نعطيكم motivation لقدام شوية، لما تتقدم شوي وتأخذ مواد أكثر راح تشوف الصورة بشكل أشمل. فاليوم يعني البيج ثينجز يعني موديلينج كومز انتو تو فليفر. لما بدي أعمل موديل لهاللارج سكيل أبليكيشن أو للستاتيك ستراكشر فور لارج سكيل أبليكيشن، أنا في عندي تو ثينجز. يا إما the big things used to represent the structure, the actual structure, ورح نيجي نحكي عنها بالتفصيل. أو ممكن تكون organizational things، يعني أنا بس بدي أنظم حالي، هذا زي logical organization. أوكي؟ فهنا بنحكي عن the packages. طيب خلينا نبدأ بالأسهل، بال package diagram. The package diagram هي أول أنواع، خلينا نحكي the large scale static structural modeling في اليو ام ال. الباكج دايجرام هي just general purpose grouping mechanisms. انا بدي ارتب الكلاسز اللي موجوده عندي بس حسب ترتيب منطقي معين، ترتيب يعني organization مش اكثر. انا بدي ارتب حالي، يعني قبل شوي انا قلت انا في عندي 1000 كلاس، واجين 1000 كلاس هو مش كثير كبير، لكن لنفترض انه 1000 كلاس يعني هذا برنامج ضخم جدا. فأنا بدي أرتب هالألف كلاس، بدل ما أحط الألف كلاس في مكان واحد قلت لا، أنا يعني المفروض أني أكون شوي organized. فلو بدي أرجع على نظام التسجيل بقول الكلاسز اللي خاصة بالخطة الدراسية أحطهم في package، والكلاسز اللي خاصين في مالية الطالب أحطهم في باكيج خاصة في مالية الطالب، والكلاسز الخاصة في الاستثناءات بحطهم في باكيج خاصة في الاستثناءات، وهذا مجانا. يعني هذا طريقة قلت لك هي logical organization just general purpose grouping mechanism. هذا بذكرني على الoperating system لما تعمل folders، أنت عندك مجموعة من الفايلز على الكمبيوتر تبعك. طبعا أنت كطالب بالجامعة يعني في عندك فولدر، مش بتسوي فولدرز انت ولا كله بتحطه داخل وان فولدر، الاوبريتنج سيستم والبرامج والدراسة والمش عارف ايش. تخيل نفسك انت كطالب بتحط كل الفايلز اللي خاصة بدراستك والخاصة بالجيمز والخاصة في الموفيز والاوبريتنج سيستم والبرامج كلها بتحطها بفولدر واحد. تخيل يوم الامتحان جيت بدك تدرس مادة الموديلينج، كيف بدك تعرف الفايل هذا من بين آلاف الفايلز؟ العملية عقيمة. فأنت أوتوماتيكلي لحالك شو بتسوي؟ بتعمل جروبينج. شو يعني جروبينج؟ يعني بتعمل فولدر بتسميه مثلا هذا الفولدر خاص في الجامعة يونيفرسيتي، وفولدر ثاني خاص للأوبريتنج سيستم للويندوز، وفولدر خاص للبروغرامز وما إلى ذلك. تيجي على فولدر اليونيفرسيتي بتقول أنا في عندي لكل فصل بالجامعة، كل فصل مثلا هذا الفصل الأول 2020-2021 عملت له فولدر، وداخل هذا الفولدر بسوي فولدر مثلا لمادة الموديلينج، وفولدر لمادة الداتا ستراكتشر، وفولدر لمادة البروغرامينج إن جافا and so on and so forth. وبعدين حتى داخل هذا الفولدر شو بتسوي؟ فولدر مثلا للماتيريال والسلايدز، فولدر للهوم وورك والسوليوشن، فولدر مثلا للبروجرامز والسبلمنتري ماتيريال. فانت على طول بالمستقبل لما بدك تيجي تدرس تعرف وين تروح، بثواني بتروح على الفولدر
اللي بدك اياه وبطول الفايلز اللي بدك اياها. صرت انت نظمت الفولدرز والفايلز اللي بتشتغل عليها. وبنفس الطريقة تيجي بلغات البرمجة في إشي اسمه الباكيج. أكيد أخذت الباكيج مثلا بالجافا كتبت import java.util مثلا .star أوكي؟ فهاي java.util يعني أنا في عندي باكيج اسمها جافا وجواتها باكيج اسمها util وجواتها ممكن يكون sub packages طبعا زي الفولدرز. مش في عندي فولدر وفيه sub folder والsub folder فيه sub sub folders بتنظيم معين. Logical organization أنا في عندي grouping mechanism أوكي؟ فبالحالة هاي أنت ممكن تشوف السيستم كمجموعة من الباكيجز. طبعا هذا هو الباكيج نوتيشن، هذا المستطيلين هذول اللي فوق بعض أوكي؟ ففوق أنا بكتب هذا اسم الباكيج نيم، واسم الباكيج نيم نفس النيمينج رولز تعيد الكلاس نيمز، يعني المفروض انه يبدا بكابيتال لتر ويكون ابر كامل كيس، يعني اذا كان اكثر من كلمه بدايه كل كلمه لازم تكون كابيتال لتر. فلاحظ هذا مثلا على سبيل المثال الباكيج دايجرام لا ايركرافت مانجمنت سيستم، هذا نظام مثلا تحكم بطائره. لاحظ هنا أنا في عندي باكيج اسمها Aircraft Management Domain، وهذا الإشارة هنا عبارة عن Dependency. ففي عندي باكيج أخرى اسمها Aircraft Monitoring Domain، هذا مثلا نظام مراقبة، هذا مثلا Alarm Domain نظام إنذار، Display Domain هذا العرض، Topology كيف الجغرافيا والأمور هاي وما إلى ذلك من أمور. فلاحظ Dependency بتعني أنه احد الكلاسز اللي موجوده هون، هاي الباكج فيها مجموعه من الكلاسز، ممكن يكون فيها 2 3 4 10 20 30 50، وممكن تكون تتكون من مجموعه من السب باكجز وفيها سب سب باكجز وفيها يعني الكلاسز. بالنهايه الديبندنسي بيحكي لي انه في كلاس او اكثر بيستخدم كلاس او اكثر مثلا من الديسبلاي دومين، التوبولوجي دومين، من الايركرافت مونيتورنج دومين ومن الالارم دومين. وكذلك الامر مثلا الايركرافت مونيتورنج دومين بيستخدم من التوبولوجي دومين ويستخدم من الداتا ترانسبورتيشن باكج وما الى ذلك من الامور. فانا عرضت السيستم كمجموعه من الباكجز، وهاي الباكجز في بيناتها ديبندنسي. وهسه راح نيجي نحكي عن انواع الديبندنسي، لكن هذا البيج بيكتشر انه بدل ما احكي انه السيستم انا هون في عندي مثلا 3000 كلاس، هذا لو أعرضك 3000 كلاس هنا راح تشوفهم نقط ما راح تفهم شيء، لكن لما عرضت لك إياهم كباكيجز صارت الصورة أوضح. فمثلا لو كان بدك تفهم شيء أو تعدل على شيء في داخل الألارم نظام التحذير والإنذار، هذا أكيد بدك تروح على الألارم دومين باكيج. مجرد ما تكبس دبل كليك على الألارم دومين باكيج راح يعطيك مكونات هذا الباكيج. في you can drill down كيف الفولدر، انت اول شيء بتفتح الفولدر بعطيك مجموعه من الفولدرز، بتفتح السب فولدرز بعطيك شو مكونات كل سب فولدر وما الى ذلك الامور لغايه ما توصل النقطه اللي بدك اياها. اوكي، فهذا مثال مثلا بجوز يكون اوضح شويه. ف زي ما انتم شايفين المثال السابق نفسه هذا، ففي عندي الباكيج اللي اسمها Aircraft Management Domain، وفي عندي الباكيج اسمها Alarm Domain، وفي عندي باكيج اسمها Topology Domain، وفي عندي الباكيج اللي اسمها Aircraft Monitoring Domain. هاي الباكيج، هذا النوتيشن تاع الباكيج داخل الـ UML، هذا النوتيشن، هذا المربع الكبير أوكي؟ وفوق في اسم الباكيج. لاحظ الباكيج اللي اسمه Aircraft Management Domain بتكون من كلاس اسمه Sequence Distance و Aircraft و Aircraft Manager. فال Aircraft Manager هاي علاقة Aggregation مع Aircraft، و Aircraft علاقة Aggregation مع Separation Distance، و Alarm Domain بتكون من Alarm Manager وفي علاقة Aggregation مع الكلاس اللي اسمه Alarm. لاحظ الالارم في بينه وبين الكرافت Association، وهذا هذول الاثنين في بيناتهم association.
فإذا شلت إشارات الباكج دايجرام اللي هي هذا وهذا وهان وهذا، هذول الأربعة annotation، بصير عندي بس اللي بالأصفر هذولا، هذا عبارة عن domain model عادي، domain model عادي زي domain models اللي أخذناها سابقا. أوكي؟ لكن بدل ما يكونوا كل الكلاسز بنفس الباكيج، قلت لا، هذول الثري كلاسز خاصات في الايركرافت مانجمنت دومين، الالارم والالارم مانجر خاصات في الالارم دومين، التراك والتراك مانجر هذول في المونيتورينج دومين، الماب والفيتشر ماب والفيتشر والتوبولوجي فيتشر هذول خاصات في التوبولوجي دومين، فحطيتهم في باكيج التوبولوجي دومين. فانا عملت اورجنايزيشن للكلاسز فقط لا أكثر، عملت organization. وضحت فكرة الباكيج دياجرام؟ بسيطة جدا، هي نفس فكرة الفولدرز في الأوبريتنج سيستم. فإذا بتشوف حتى لغات البرمجة اللايبراريز يعني اللي استخدمتها في C++ أو اللايبراريز اللي بتستخدمها في الجافا، كلياتها منظمة كمجموعة من الباكيجز والسب باكيجز لتسهيل الوصول إلها. هي just يعني grouping mechanism، الباكيج هي عبارة عن grouping mechanism. طبعا الباكيج syntax يعني أنا شفت هنا أكثر من syntax، شفت مثلا الباكيج فاضية أو الباكيج مثلا فيها زي الكلاس اللي مجموعة من الكلاسز وبيناتهم association زي ما درسنا سابقا. فهاي الطريقة الأولى إنه بس أكتب اسم الباكيج، طبعا ممكن أكتبه هون أو ممكن أكتبه، طبعا هذا حسب التول اللي بستخدمها. هذا في ناس بيقول لك بدل ما أكتبه هون يعني أضيع المساحة فبكتبه في الوسط. أوكي، فهذا نوتيشن. أو ممكن أستخدم النوتيشن الثاني، فبكتب اسم الباكيج فوق وجوه بكتب السب باكيجز، أو خلينا نحكي السب باكيجز والكلاسز اللي موجودين داخل الباكيج. فلاحظ هذا يعني انه الباكيج اللي اسمها ممبرشيب فيها كلاس اسمه كلب ممبرشيب وفيها كلاس اسمه بنفيت، طبعا الكلاس هذا public، وفيها كلاس اسمه ممبرشيب رولز، ولاحظ هذول طبعا public، وفيها package sub package اسمها member details فيها الكلاس اللي اسمه member. هذا النوتيشن لما ألاقي إشارة الكولن معناته هذا اللي قبله عبارة عن sub package موجود داخل السوبر package هذا اللي اسمها membership، ففي عندي sub package اسمها member details فيها الكلاس اللي اسمه member، وفي عندي class اسمه joining rules وهذا الكلاس عبارة عن private class. طبعا لاحظ هذا النوتيشن اللي شفناه قبل شوي. فأنا في عندي الباكيج اللي اسمها membership، قلت بتتكون في عندي sub package هيها اسمها member details زي ما أنا شايف هون، فرسمت هنا النوتيشن تاع الباكيج، فقلت هنا أنا في عندي member details والmember details فيها الكلاس اللي اسمه member. أوكي، وفي عندي زي ما أنا شايف في عندي club membership وفي عندي benefits وفي عندي joining rules وفي عندي membership rules، طبعا في بناتها association معين اللي بيحددها هذا المودلر إنه ليش الassociation من هون لهون، هذا زي ما تعلمنا سابقا. وكأنه لو شلت يعني أنا في عندي هالخمس classes في بناتهم association ship حسب ما تعلمنا في domain model، واضح؟ أو ممكن استخدم النوتيشن الاخير انه هذا الباكيج بقول انه في عندي بس برسم الباكيجز، انا بقول ممبرشيب وداخلها الممبر ديتيلز. طبعا لما يكون حجم البرنامج صغير انا بقدر اشوف المكونات الباكيج، لكن لما يكون عندي الاف الكلاسز doesn't make sense اني احط مكونات الباكيج، بحط الباكيجز بس باسماء الباكيج نيم، باخذ هذا النوتيشن. اذا انا بدي اشوف شو مكونات الممبرشيب بس بكبس دبل كليك على الممبرشيب وبيعرض لي شو مكونات الممبرشيب، شو فيها كلاسز وشو فيها سب باكيجز. اوكي تمام يا شباب، زي مثلا
لما تدخل على ويب سايت انت بتدخل على موقع الكلية، ما بيعرض لك كل مواقع الأقسام والدنيا والعالم، تدخل على موقع الكلية، بعدين بدك على قسم هندسة برمجيات بعطيك المعلومات الخاصة بقسم هندسة برمجيات، بعدين بدك تدخل على معلومات الخطة الدراسية بعطيك البيج. فنفس الطريقة، نفس الطريقة هذاك جروبينج ميكانيزم لوجيكال اورجانيزيشن لتسهيل عملية الوصول، ونفس الطريقة باستخدام الباكج دياجرام. ولا كان احنا ريحنا حالنا جبنا ويب سايت الجامعة وحطينا كل المعلومات بصفحة واحدة وgood luck in finding the information. لكن احنا بنعمل مثلا مجموعة من الصفحات وصفحة بتفوتني على صفحة، فصار في عندي يعني logical organization، في عندي grouping mechanism، وهاي بتكون intuitive، يعني انا بعرف كيف استخدمها. ونفس الشيء بالنسبة للباكيج diagram. في اي سؤال لغاية الان؟ طيب احنا قلنا او شفنا قبل شوي انه الاليمنتس اللي موجوده داخل الباكج، مثلا قلت الكلب ممبرشيب هذا كلاس وكان بابليك كلاس، لكن هذا الكلاس اسمه جوينينج رولز كان برايفت كلاس. فانا في عندي بابليك كلاسز، او يعني في عندي فيزيبيليتي للكلاسز اللي موجودين داخل الباكج. فالpublic classes اللي موجودين داخل الباكيج هذولا بيكونوا visible within the package and outside the package، لكن الprivate classes هذولا بيكونوا بس visible جوا الباكيج. على سبيل المثال joining rules الممبر والclub membership والbenefits والmembership rules هذولا كلهم بيشوفوا الجوينينج رولز، لكن لو في كلاس ثاني في باكج ثاني برا هنا هذا ما بيشوف الجوينينج رولز، الجوينينج رولز مش فيزيبل له. لكن بالنسبه مثلا للكلاب ممبرشيب والبينيفيتس هذول بابليك، فالكلاس اللي موجود هنا في باكج برا الباكج اللي اسمه ممبرشيب بيشوف البينيفيتس وبيشوف الكلاب ممبرشيب وبيشوف الممبرشيب بود. ف تو ميك ذا ستوري شورت، البابليك elements اللي موجودين داخل الباكج هذول visible within the package and outside the package، لكن ال private elements هذول visible only within the package. تمام؟ فبالنهاية بالنسبة لل public وال private. طبعا النستد packages يا شباب برضو كمان الـ UML بتعطيها two notations، وهذول الـ two notations are equivalent. أي notation بدك تستخدمه صحيح، الاثنين صحيحات. على سبيل المثال يعني لو نرجع للمثال اللي حكيناه من شوي تاع الـ membership، قلت الـ membership هذا فيه inner package اللي اسمها member details، وفيها الـ class اللي اسمه member، والـ membership بالإضافة للممبر ديتيلز فيها الكلاسز جوينينج رولز كلاب ممبرشيب بينيفيتس ممبرشيب رولز. اوكي، هذا النوتيشن عرفنا كيف بنسويه. طبعا انا ممكن استخدم شيء اسمه الكونتينمنت ريليشن شيب، هذا إشارة الانكور ايكون هذا اللي شايفه هون، هذا اللي هو الكونتينمنت ريليشن شيب. فبقول مثلا تنقرأ كالتالي، فبقول أنا في عندي هذا الباكيج اللي اسمه ممبرشيب. أوكي، هذا الباكيج لاحظوا هاي إشارة الأنكور الدائرة واللي جواتها إشارة الزائد، هذا contains other sub package اسمها member details، فهاي إشارة الأنكور آيكونز تحكي إنه هذا الممبرشيب بتكون من الممبر ديتيلز، وبرضه بتكون من هذول الأربعة كلاسز اللي هم لاحظ بتكون من الممبرشيب رولز، بتكون من الجوينينج رولز، بتكون من البينيفيتس، وبتكون من كمان الكلاب ممبرشيب. وطبعا هنا زي ما انا شايف الكلاب ممبرشيب فيه اسوشيشن مع البينيفيتس مع الجوينينج رولز مع الممبرشيب رولز ومع الممبر، فضفت الاسوشيشن زي ما هي موجوده فوق. اوكي، وبقول الممبر ديتيلز هذا بتكون، هذا برضه اشاره الانكور ايكون اللي هي كونتين، بتكون من ايش؟
من الممبر، فقلت بتكون من الممبر، والممبر هذا في بينه وبين الكلاب ممبرشيب اسوشيشن، فضفت إشارة الاسوشيشن. فالنستد باكيجز هذول بسميهم نستد باكيج او سب باكيجز، ممكن امثلهم بالطريقه اللي شفتها هون، او ممكن باستخدام هذا نوتيشن جديد اسمه الكونتينمنت ريليشن شيب، دائره وجواتها زائد. اوكي، هذا يعني انه الباكيج اللي هون بتكون من مجموعه من الباكيجز، مجموعه من الكلاسز حسب الاورجنايزيشن اللي طلعت فيه انا. اوكي تمام يا شباب، تو نوتيشنز، يا اما باستخدام النستد باكيجز او باستخدام الكونتينمنت ريليشن شيب. قلنا الباكيجز زي ما شفنا باول ديسكشن في هذا الدرس، في بناتها بيكون ديبندنسي. طبعا انا في عندي انواع كثيره من الديبندنسي، مش راح اشرحها كلياتها، لكن بدي اشرح نوعين او ثلاثه هذول احنا بنستخدمهم. فاول نوع بدي ابدا في الامبورت، كلكم اخذتوا الامبورت صح؟ اللي اخذ جافا في بالجافا شيء اسمه امبورت، بتكتب انت على راس البرنامج امبورت الباكج اللي كذا وامبورت الباكج اللي كذا، او ممكن تعمل امبورت لكلاس من باكج صح؟ فاول علاقه او اول dependency between the packages اللي هو الامبورت. لما تقول امبورت يعني انا بقول في باكج، انت البرنامج اللي بتكتب فيه موجود داخل باكج بالنهايه. اوكي، فهذا الكلاينت لما اقول امبورت من السبلاير شو اللي بصير عندي؟ بصير عندي كل الببليك اليمنتس اللي موجودين في السبلاير، مش انا قلت بعرف يا اما ببليك يا اما برايفت، فكل الببليك اليمنتس اللي موجودين في السبلاير هذول بيصيروا كمان ببليك اليمنتس داخل الباكج اللي اسمه كلاينت. فمثلا لو انا في عندي داخل السبلاير في عندي كلاس اسمه A و B و C، هذول كانوا عباره عن ببليك كلاسز، كلاس اسمه دي هذا برايفت. فداخل الكلاينت بصير اقدر اشوف A و B و C. اوكي، بصيروا هذول public elements عندي وبقدر اشوفهم وبقدر استخدمهم. وطبعا علاقة الامبورت الترانزيتيف، ترانزيتيف يعني علاقة تعدي. شو يعني علاقة تعدي؟ يعني لو اجى في المستقبل باكج ثاني اسمها مثلا هاي تيست الباكج، وهاي الباكج عملت امبورت من كلاينت. طبعا لما تعمل امبورت من كلاينت لنفترض انه الكلاينت فيها F و G و H، هذولا public. فال F وال G وال H هذولا مباشرة من الimport بصيروا public elements داخل test. وبرضو كمان ال public elements اللي جبناهم من supplier اللي هم A و B و C برضو بصيروا public element داخل test، وبقدر استخدمهم بدون ما اخلي test تعمل import من supplier. خلص، بما انه التست بتعمل import من client وclient تعمل import من supplier، بما انه علاقة الimport علاقة تعدي، كل public elements في supplier بصيروا public elements بclient، وبرضو كمان بصيروا public element من test. اوكي، فهاي علاقة الimport أو الديبندنسي اللي اسمها import. اليوز أنا ممكن أقول إنه الباكج اللي اسمها client uses the supplier. طبعاً لما أقول uses معناته في عندي class هون بيستخدم class في supplier، فهذا اللي class هون صار public داخل اللي client، لكن هي مش علاقة تعدي. يعني لو إجا واحد بيعمل use أو بيعمل import ما راح يشوف الاليمنت اللي عملت له يوز، مش علاقة تعدي. طبعا هاي بجوز اللي اخذ منكم جافا، خليني بس اعطيها يعني في الامبلمنتيشن. لما كنت انت تقول في الجافا براس البرنامج، لما كنت تقول مثلا هنا import مثلا java.util
dot مثلا array list. صح؟ إذا بدك تستخدم في البرنامج تبعك مثلا array list لازم تكون عامل import. صح؟ بالحالة هاي علاقة الامبورت والتعدي، لكن احنا قلنا ممكن انك ما تعمل امبورت، ففي الحالة هاي الاري ليست لما تكتب اري ليست بعطيك عليها كومبايليشن ايرور. بالحالة هاي بقول لك انت ممكن تكتب، لو كتبت java.util.arrayList مباشرة زي هيك تكتب اسم الباكج كامل، فهاي زي استخدام اليوز، ما عملتش امبورت لكن انت استخدمت من هاي الباكج تحديدا هذا الكلاس. اوكي، فيعني بدناش ندخل في الامبلمنتيشن كثير وخصوصيات لغه جافا، لكن اكيد كلياتكم مرت عليكم هاي الكيس، فممكن اعمل علاقه الديبندنسي ممكن تكون امبورت، الامبورت عباره عن ترانزيتيف، لكن اليوز انا بستخدم كلاس معين استخدام معين، وهاي العلاقه او هاي الديبندنسي ريليشن شيب ما بتكون خلينا نحكي الترانزيتيف او عفوا اوكي عفوا اليوز بتكون ترانزيتيف، لكن الاكسس هاي العلاقه اسمها اكسس، عفوا انا اسف هذا الغلط مني، الاكسس هي نوت ترانزيتيف، لكن اليوز هي برضو كمان ترانزيتيف، لكن اليوز انت ما بتعمل امبورت لكل الاليمنتس، انت بتعمل بس يوز ل وان اليمنت. اوكي، زي اللي بيعمل امبورت لكلاس معين. طيب in any case، هلا بالنسبه للتريس والميرج وما الى ذلك من الامور هذول شويه ادفانسد، يعني انا عارف انتم لسه بعدنا احنا بالانترودكتوري ليفل، فما راح نركز عليهم. تمام يا شباب؟ فاهم شيء عندنا اللي لازم نتعلمه اللي هي علاقه الامبورت ديبندنسي، نستخدم الامبورت كثير. طيب to conclude، الباكج هي is a logical way to organize our components، هي شبيهة تماما بفكرة الفولدرز والسب فولدرز داخل الاوبريتنج سيستمز او الدايركتوري والسب دايركتوري. تمام يا شباب، هاي فكرة الباكج دايجرام باختصار، والباكج دايجرام هي يعني اول انواع خلينا نحكي الموديلنج او الستاتيك ستراكشرال موديلنج ان لارج. اوكي، هي اول الانواع. طبعا زي ما انا شايف ممكن يكون عندي اراء كثير، ممكن يكون عندي تقسيمات كثير للباكج وشو مكونات الباكجز، it depends على شطاره المودلر. طبعا at this stage زي ما قلت لكم يعني ما راح نركز شو الباكيج الصحيح او شو لازم يكون او كيف لازم يكون الباكيج دايجرام، لكن احنا بنركز اكثر على الفكره اللي قدام شوي، لما تصيروا شوي ادفانس في المواد راح يعني يبين عندك لا في حل صح وفي حل افضل وفي حل خطا. اوكي، لكن at this stage احنا بنقبل يعني اي اورجنايزيشن كونا بعدنا مبتدئين. اوكي يا شباب، اني كويستشن؟ طيب خلينا نبدا بنوع ثاني من انواع الستاتيك ستراكشرال موديلنج ان لارج، واللي اسمه الكومبوزيت ستراكشر. طبعا في الكومبوزيت ستراكشر في الكومبوزيت ستراكشر يا شباب انا بوصف الستراكشر للبرنامج، او بوصف خلينا نحكي بوصف الستراكشر للبرنامج او بوصف الانترنال ستراكشر اللي بيكونه البرنامج. يعني احنا حكينا قبل شوي قلت كلاس واحد بطل يؤدي لي المهمة اللي أنا بدي إياها، يعني مثلا زي قبل شوية registration أنا شفت الكلاس اللي اسمه course، الكلاس اللي اسمه course يعني بالأمثلة الأكاديمية داخل الحصة كنت أقول add student زي ما شفت قبل شوي في الكورس، وكان يعني الوضع بيمشي،
لكن في واقع الأمر المودرن سيستمز صارت very complicated قلتوا very large scale والوظيفة الواحدة بتتطلب الانتر اكشن between many entities أو many classes to achieve the common goal. فعلى سبيل المثال بدي أسجل مادة شفت أني أنا بدي أستدعي methods من الخطة الدراسية طبعا ممكن يكون عندي أكثر كلاس أكثر من كلاس بخطة دراسية وبدي أستدعي method من مالية الطالب وبدي أستدعي method من الاستثناءات وبدي أستدعي method من البعثات وبدي أستدعي methods من الإرشاد الأكاديمي وفي بيناتهم interaction معين فالعملية معقدة بطل عندي one class بيأدي لي كل الخدمات اللي مطلوبة من السيستم أو كل السيرفيسز أو كل الفانكشناليتيز إذا بدي خدمة معينة بدي مجموعة كبيرة من الكلاسز بتتعامل مع بعض بحيث تأدي لي هاي الخدمة فمن هون نشأت فكرة الستركتشرد كلاس أو الكلاسيفاير فالستركتشرد كلاس هو عبارة عن كلاس كبير هو عبارة عن كلاس بالنهاية الكلاسيفاير هذا بسميه كان عندي زمان اسمه كلاس سيمبل كلاس هلا صار في عندي شيء اسمه الكلاسيفاير او الستركتشرد كلاس من اسمه ستركتشرد كلاس يعني هذا الكلاس الستركتشر له بتكون من مجموعه من الكلاسز او مجموعه من البارتس لانه مش شرط يكونوا كلاسز ممكن هذا الستركتشرد كلاس يكون بتكون من مجموعه من الستركتشرد كلاسز حسب التعقيد لكن لنفترض هلا فور سمبليسيتي بدي أقول إنه بتكون مجموعة من الكلاسز فأنا بسميهم parts actually parts لأنه مش شرط يكون classes فهالكلاس هذا بتكون من مجموعة من الكلاسز وهل أو مجموعة من parts عفوا من مجموعة من parts هذولا في بيناتهم connectors زمان أنا كنت أقول classes وrelationships هذا صار في عندي parts وconnectors فزي ما أنا شايف هذا الكلاس اللي اسمه A بتكون من two parts B و C وفي بيناتهم connector راح نشوف انه فكرة الـ structured class هي مبنية على فكرة الـ decomposition with encapsulation زي الـ class كيف الـ class فكرته انه انا بعمل encapsulation لكل المعلومات وكل الـ operations اللي خاصة في entity معين في مكان واحد نفس الشيء في الـ structured class بعمل encapsulation لكل الكلاسز اللي خاصات في شيء معين داخل one classifier. فهو للأمانة الستركتشرد كلاس يا شباب مش بس فقط مهمته إنه أقول مثلاً الكلاس A بتكون من B و C. هذا كان نقدر نحلها عن طريق الباكج دايجرام. لكن العملية أعقد من هيك بكثير يعني مين المسؤول أنه يعمل creation للكلاسز اللي كانت اسمها BOC أو للبارت اللي اسمها BOC مين المسؤول أنه ينظم الشغل والwork flow كيف بدي أستدعي الميثود من B أو من C وشو التوقيت ومتى أستخدم ومتى ما أستخدمش وممكن يكون في عندي يعني التعقيد يكون أكثر وأكثر فلأجل هيك هذا الكومبوزيت structure هو مش بس simple runtime container للـ inner parts لا العملية معقدة أكثر بكثير فيها two main responsibilities الأول إنه الـ creation with destruction للـ inner parts والثاني اللي هو الـ coordination ولل activities والـ collaboration اللي بيصير بين هاي الـ parts طبعاً هل composite structure diagram هو بيوضح لي أو بفرجيني ال internal structure لل structured class كيف يعني هذا بسميه composite structure diagram هل composite structure diagram أنا في عندي هذا A هذا طبعا هذا structured class ليش structured class لأنه ال structure تبعه بتكون مجموعة من ال classes أو ال parts فيه two parts ال part اللي اسمه B وال part اللي اسمه C وهذا ال part أو هذول الـ two parts في بيناتهم relationship بسميها هاي relationship بسميها connector أوكي وطبعا هذا الـ structured class أنا ما بيجي من برا وبقول استدعي لي method من B لا أنا في ports والـ ports
بالانترفيسز يا شباب. اوكي، ف يعني راح لقدام شوي راح نشرح الفرق بين البورت والانترفيس، لكن as for now لنتخيل انه البورت هي شبيهه بهالانترفيس. طيب خلينا نرجع، طبعا بجوز الحكي هذا بجوز ما فهمتوش علي، انتم قلتوا شو بيسولف هذا وشو بيحكي. خلينا نرجع لمثال التسجيل. زي ما أنا شايف سابقاً كان في عندي كلاس اسمه student وكلاس اسمه course، وإحنا مهتمين نسجل الطالب داخل الكورس. بالمثال الأكاديمي بالكتب زي هيك قلت أنا في عندي two classes، كلاس اسمه student فيه method اسمه register، وكلاس اسمه course فيه method اسمه add student، والعلاقة many to many. وفور سمبليسيتي بديش احكي عن الاسوشيشن كلاس، بديش اقول انه في بدي اسجل علامه لكل كلاس بسجله او لكل كورس بسجله، احنا عارفين، بس يعني هاي فور سيك فور ذا سيك اوف سمبليسيتي، هذا مثال بس. طيب فاذا شفت الامبلمنتيشن اللي موجود عندي على اليمين، هذا الكلاس اللي اسمه ستودنت، انا مسجل بمجموعه من الكورسز اري اوف كورسز، هاي العلاقه ماني. وهذا الكلاس اللي اسمه كورس، كل كورس مسجل فيه مجموعة من الستودنتس. فتو ريجستر، هذا الميثود اللي اسمه ريجستر، إذا بقول ريجستر الكورس، أنا بستدعي من الكورس هذا، بستدعي منه الميثود اللي اسمه add student، وبضيف له ريفرنس على هذا الستودنت اللي بده يسجل بالكورس. وهذا زي ما أنا شايف الميثود اللي اسمه add student، مجرد إني بضيف على الأري هذا الأوبجكت أو هذا الريفرنس على الستودنتس. هذا simple implementation. Very, very, very simple implementation. لكن قلنا هذا سؤال بالامتحان بنفع، سؤال بالهومورك يعني بيمشي الحال، يعني مثال أكاديمي academic exercise. لكن على أرض الواقع العملية مش هيك أبدا. يعني أنا إذا بدي أسجل بالكورس، أنا في عندي مثلا الستودنت مرتبط في عندي كلاس اسمه academic plan، وهذا بشيك إذا كان أنت ماخذ الـ prerequisite للكورس، وإذا كان الكورس اللي بدك تسجله موجود في الـ plan. وبرضو أنا في عندي كلاس ثاني اسمه finance، مالية الطالب. أوكي، ومالية الطالب فيها مثلا بدي أشيك على البالانس، بدي أشيك عنده الطالب في عنده رصيد كافي، وبدي أقتطع من البالانس اللي موجود بمبلغ مثلا تسجيل الطالب. ف لو جيت بدي اكتب الامبلمنتيشن للكلاس اللي اسمه ريجستر، طبعا عمليه اعقد من هيك بكثير. انا في عندي هنا ارشاد اكاديمي، في عندي سكولرشيب، وفي عندي استثناءات، وفي عندي تاجير رسوم، وفي عندي وفي عندي وفي عندي وفي عندي اشياء كثير. اوكي، لكن again for the sake of simplicity انا رسمت لك بس two classes اللي هم الخطه الدراسيه والفاينانس. اوكي، وللعمليه لسه اعقد من هيك بكثير عشان أورجيك شو الكومبلكسيتي اللي بصير. فلو رجعت للكلاس اللي اسمه student وبدي مثلا الميثود اللي اسمه register، فأول شيء أنا بشيك، أول شيء لازم يكون في عندي زي ما أنا شايف reference على الخطة الدراسية على البلان، وبدي يكون في عندي reference على finance، صح؟ مش هيك الستراكتشر بيقول لو أجي أحوله للimplementation. فلو دي اجي اعمل implementation للميثود اللي اسمه register في الكورس، بقول اول شيء لازم استدعي من البلان، لازم استدعي منه الميثود اللي اسمه check course prerequisite، وابعث له reference على الستودنت وreference على الكورس عشان اتاكد انه الستودنت ماخذ prerequisite للكورس. ولازم برضه اتاكد استدعي الميثود اللي اسمه is course in plan، اتاكد انه الكورس هذا موجود للخطه الدراسيه اللي خاصه بهذا الطالب. وبرضه لازم استدعي الميثود اللي اسمه تشيك بالانس اللي موجود داخل الكلاس اللي اسمه فاينانس اللي خاص بهذا الستودنت. طبعا العمليه اعقد من هيك بكثير، ها؟ هذا just for the sake of simplicity. اذا نجحت كل هذول التشيكس، اذا كانوا كلياتهم ترو، في الحاله هاي انا بشيل البالانس هذا، او بشيل خلينا نحكي الرسوم الساعه تسجيل الماده من رصيد الطالب،
وبضيف الطالب بستدعي الميثود اللي اسمه add student اللي موجود داخل الكلاس اللي اسمه كورس. فالعملية زي ما أنا شايف يعني فيها تعقيد، فيها استدعاءات كثير، فيها work flow معين، وطبعا هذا يعني work flow بسيط. لو أدخل في الاستثناءات والإرشاد الأكاديمي وموجود داخل الخطة ومش عارف إيش، يعني راح أنتهي بآلاف الأسطر، آلاف lines of code. أوكي، الكومبلكسيتي بصير عالي. فزي ما أنا شايف، إذا بدي أعمل registration، أنا بدي مجموعة من الكورسز. في عندي الكورس، وفي عندي البلان، وفي عندي الفاينانس، وفي عندي وفي عندي وفي عندي، هذول كلياتهم مع بعض، كلياتهم بس حساسي أدوا لي وظيفة واحدة اللي هي تسجيل مادة. في بيناتهم collaboration، وفي بيناتهم coordination، وفي بيناتهم ما إلى ذلك من أمور. فبدل ما أنا أعمل هذا الشيء كلياته داخل الكلاس اللي اسمه student، وأقول له من الكلاس اللي اسمه student استدعي لي كذا واعمل لي كذا وشيل لي كذا وorganization معين، أنا ممكن يكون في عندي كلاس اسمه registration، والكلاس اللي اسمه registration فيه method اسمه register student. طبعا الميثود اللي عفوا الستودنت لما بده يجي يسجل مادة، الستودنت هو في بيناته وبين الريجستريشن في بيناته ريليشنشيب، في بيناته اسوشيشن. اوكي، لكن الكلاس اللي اسمه ريجستريشن من شو بتكون؟ لاحظوا هاي علاقة كومبوزيشن. فالستركتشر دي كلاس يا شباب هو علاقة كومبوزيشن، في الاصل هو علاقة كومبوزيشن. اللي كان يتساءل ليش بدي الكومبوزيشن، فزي ما انا شايف الكلاس اللي اسمه registration بتكون من كلاس اسمه course، ومن كلاس اسمه plan، ومن كلاس اسمه finance. فالكلاس اسمه registration، لاحظ هذول اللي بتكون منهم course و plan و finance. والميثود اللي اسمه register student، هنا انا داخل register student بتحكم، بقول له استدعي لي الميثود كذا من كذا، بعدين كذا من كذا، بعدين اعمل if statement، بعدين سوي كذا، بعدين هذا كله صار وين؟ داخل الميثود اللي اسمه register student اللي موجود. هذا طبعا ايش اللي موجود في كل هذول الكلاسز، اللي بتكون من كل هذول الكلاسز. ف student بطل يتعامل مع الكلاسز هذول مباشره، راحت الكومبلكسيتي عنه، صار يتعامل مع كلاس واحد اسمه registration، والكلاس اللي اسمه registration هذا كلاس كبير، هذا بتكون من مجموعه من الكلاسز اللي هم كورس وبلان وفاينانس. فانا از كلاس اللي اسمه ستودنت ما بشوف الكورس والبلان والفاينانس، انا بتعامل مع ريجستريشن. اوكي، فعلى سبيل المثال اذا ما عجبني الريجستريشن بشيل الريجستريشن وبركب ريجستريشن جديد. اوكي، فالكلاس اللي اسمه ريجستريشن هو عباره عن مثال لكومبوزيت استراكشر. بجوز لهنا يعني انتهى وقت المحاضرة، أنا عارف إن الموضوع شوية طويل، لكن برجع إن شاء الله بنكرر عليه في المحاضرة القادمة، ونعطيكم أمثلة إضافية وعن فوائد الستركتشرد كلاس. في أي سؤال قبل ما ننهي محاضرة اليوم؟ أي استفسار يا شباب؟ ما في أي سؤال، ننهي محاضرتنا لهون، وإن شاء الله